السلام عليكم. السلام. شلونك عمي، اخبارك؟ الحمد لله. ام وليد؟ ايه. تسمحي لنا نجيكي؟ تفضل. شلونك اخبارك؟ الحمد لله. انا تفضل اليوم هون. انا محمد، مقدم براديو الغد، عندي برنامج اسمه فاعل خير. اهلا وسهلا بكم. عنسل قالوا ام وليد هوني وتعمل نسج وهاي الامور، فجيتوا عليكي. بلي انا فلبيكم. ام وليد شلونك اخبارك؟ الحمد لله. صحتك؟ الحمد لله. قالوا انت تعيشين الاطفال هوني؟ ايه. عندي 11 طفل. 11 طفل؟ ايه. 6 اولادي. ايه. وخمسه ايتام، الام والاب. قرايب يعني انت ماخذين؟ اولاد ابن حماي. ايه. الام والاب ماتوا اول ما فاتوا داعش على حي صدام. ايه. وتيتموا الاولاد خطي خمسه، الام والاب ماتوا واخذتوهم انا. طبيعي يمكن. ايه مع اولادي، هذا ولد منهم. تعال هون ياكم. السلام. شلونك؟ اخبارك؟ ايش اسمك؟ بشار. بشار، شنو تشتغلين؟ اشتغل بالنسج والله، لي فساتين، مسابح، قليد، صواغات. وتعيشين؟ الحمد لله. شلون عدبريها؟ هي بس صعبتي الاشتراكات، بس غاسة شهر صعبتي، الا الباقي الحمد لله. ها ليه انت كنت دخلتي يعني هي مدارس وجامعات؟ لا لا الحمد لله، كلهم تسعه عندي بالمدرسه. عندك جامعات لو بس؟ بلي عندي البنتي. ايه. الكبيره تربيه اساسيه قسم العربي. أول حلو. اول سنين لها. مليح. وسع عندي ثلاثه، اثنين بالمتوسطه صف ثاني، ووحده بالاول هسه بالاشتراك يجي ياخذهم. زين. شو باقي ابتدائيه. شنو تشتغلين بالضبط؟ بس فوتشوب. هسه راح نخشع نسج لو شنو؟ عندي نسج وعندي قليد وعندي مسابح، شغل اشتغل. زين شنو تحتاجين بهذا شغلك؟ احتاج والله كوكلات مال النسج. خيط؟ ايه. ايه خيط. ليش بس قد هذا ينباع؟ والله يقولي بيها 40 كوكلة 90,000. تمام. عمي وليد احنا اول شيء هسه راح اجيب اليوم برنامجي اسمه فاعل خير. اول شيء اليوم حبيت افرحكي ومفطركي. الفطور طبعا هديه مقدم من مطعم كرم الفارس. هسه نجيب لك الهديه مالتك ومفطركي اليوم، وغي ترتاحين يوم ما تشتغلين كل شيء. تسلم. الله يحفظك. الله يبارك بيكي، وان شاء الله اهل الخير ما ينسوكي ان شاء الله وموجودين. وهسه خلي اجيب لك الفطور واجيك. تعال 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 بشار تعال. وطبعا هذا الظرف هم هذا هم مقدم من مطعم كرم الفارس. وان شاء الله الله يرزقكي وما راح ننساكي، واكيد هم ما راح ينسوكي الناس ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي اشوف عندك فد مشروع كلش كبير وينجح. الله يحفظك ان شاء الله. واكيد انت يعني امراه مثابره، اذا تعيشين هذول ودرسيهم ربي يحفظك ويطول بعمرك. الحمد لله. الله يسلمك. الله يعافيك. وش تحتاجين؟ احنا بالخدمه موجودين. تسلم. الله يحفظك. بس ابعثي رساله على راديو غير مباشره، احنا راح نجيكي ان شاء الله. شكرا لك. يوم حلقة فاعل خير اللي هي نوصل الناس للناس، يعني يكون اكو تكافل بيناتهم. هاي الحلقة انتظروني في حلقات اخرى، واكيد اذا تكافلون مع هالشكل الناس تواصلوا معنا، وكثير اكو هالشكل عوائل. مع السلامة.